Cave TV. مرحبا، انا ريتشي حنان، سائق راليات بسنه 1998. بدي رحب فيكم ببرنامجنا يلي بيختص بالسيارات وعالم السيارات، ولتعرفوا قديه نحن بنحب السيارات وقديه بنحب السرعه، ولنبرهلكم هالشي شوفوا شو جبنا لكم اليوم. اكيد كلكم عرفتوها، في اشهر من لامبورغيني، هيدي اللامبورغيني الجالياردو LP550 2. هيدي السيارة منا كتير سريعة، هيدي السيارة بتطير. سيارة خفيفة كتير، بالي تبعها مصنوع من الألومنيوم والشاسيات كمان. من ورا أربع إكزوست كبار، صوت قوي، منظر ولا أحلى. على جنبين السيارة فتحات التهوية لحتى يهوي المحرك، وبتشوفوا الشفرات الظاهرة على الصندوق من الخلف يعطوها رونق مثل الشورت. السيارة الايروديناميك تبعها كتير حلو، بيخترق الهواء على السرعات العالية. بال 2009 عملوا الـ LP550 باسم فالنتينو بالدوني، وكانت سبيشال اديشن، وعملوا منها 250 سيارة بس. رجعوا بال 2011 عملوا هالسيارة الحلوة سبايدر LP550 2. وليش 2؟ لأنها رير ويل درايف. محرك بالوسط ميد انجن، يعني ثبات وهاندلينج رائعين. الانجن تبع الجالياردو مؤلف من 10 اسطوانات 5.2 سي سي، بيولد 550 حصان. اكثر من هيك ما في اخبركم عنه لهالانجن، بس اللي في اعمله خليكم تسمعوا وتشوفوا شو في يعمل. ما بدكم بعد؟ لما تقعد باللامبورغيني جالياردو بتقعد على كرسي كتير واطي، كأنك عم بتسوق سيارة فورمولا 1 تقريبيا. كراسي من جلد، تصميمهم حلو كتير، داشبورد بسيطة ما فيها كتير تعقيدات، بس الأشياء الضرورية. عندك البادلز تبع الشيفت لتتمتع بست غيارات، وعندك ثلاث فأسات موجودين هون، يا بتختار الاوتوماتيك او مانوال، او بتختار السبورتس يلي بيعطيها للسياره قوه وصوت عالي. اذا بدك تروح لاقصى الحدود بتروح على الكورسا، على الحلبات. ضروري تكون على الحلبات مش على الطريق. من انا وصغير اللامبورغيني كانت حلم لقلبي، من ايام الكونتاكت والديابولو، هلا الجالياردو. والجالياردو بما انها رير ويل درايف، وبالرغم من هيدا كله السياره الهاندلنج تبعها رائع. مش فارقه معي اذا كانت سياره مريحه او مش مريحه، او كرستها عاليه او واطيه، المهم اطلع سوق واتمتع فيها قدر المستطاع واعطيها للماكسيموم.